السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عابر عامر. فياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل خبر جديد وحصري تسمعوه أول ما بينزل إن شاء الله. حريق ببرج تقويت محمول بجوار جامعة السويس. خبر بيقول اندلع حريق في برج تقويت شبكات المحمول بجوار جامعة السويس اليوم الأحد، ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على الحريق. كانت غرفة عمليات الإطفاء السويس تلقت بلاغ يفيد نشوب حريق في برج تقويت إشارة المحمول داخل نطاق جامعة السويس بحي فيصل، وجرى الدفع بأربع سيارات إطفاء، كما ساهمت شركة مصر للبترول بسيارة مجهزة بخزان فوم للمشاركة في إخماد النيران. وذكر مصدر مسؤول أن الحريق نشأ في برج لتقوية ترددات المحمول، ويقع أقصى يمين سور الجامعة من الخارج في غرفة ملاصقة للسور بعيدا عن منشآت الجامعة والكليات، فيما أغلقت مرور السويس الطريق المؤدي لبوابة المستقبل والممتد للجامعة في الاتجاه المؤدي للموقف الإقليمي، مع تحويل السيارات لاتجاه المعاكس ليستوعب الاتجاهين، وذكر تأمين سور الدخول وخروج سيارات الإطفاء لموقع الحريق. وذكر شهود عيان أن الحريق بدأ بأدخنة تصاعدت أعلى ووسط البرج، لم يستغرق الأمر دقائق حتى مال البرج وسقط داخل الجامعة بسبب شدة الحرارة، وجرى إخماد النيران بوحدات تقوية الإشارة، ويواصل رجال الحماية المدنية أعمال إخماد النيران المشتعلة داخل الجسم العمود وأجهزة برج التقوية. إلى اللقاء في خبر جديد إن شاء الله من أخبار قناة عابر عامر، فياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان كل خبر بعمله جديد وحصري، كل أخباري حصرية وجديدة تسمعوها أول ما تنزل إن شاء الله، وإلى اللقاء.